الو مرحبا. ولك عين تدق لها كمان. والله يا حسام لو بتبوس ايدي ماني قعدت لك بالبيت. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اشتقت لكم كثير كثير. اول شيء بدي اقول لكم انه انا اسفه نحن عم نتاخر عليكم بالفيديوهات، بس عن جد كثير كثير عم ننشغل، فعن جد عذرونا. ان شاء الله رح نحاول قدر الامكان نرجع هيك نشد وننزل فيديوهات اكثر واكثر. فيديو اليوم انتم كثير طلبتوه وبعثتوا لي على انستغرام انه عملي لي هذا الفيديو، وانا بصراحه ما كنت حابه اعمله، بس بعدين خلصت شجعت وقلت يلا خلينا نجرب. اليوم حسام رايح عند اخوه وعندهم شيء بدهم يعملوه، بده يقعد عنده شوي، فانا قلت بستغل هالفرصه وبسجل لكم وبنجرب نعمل هذا الاختبار. وميلا الحمد لله هلا من شوي نامت، فاخذت راحتي اليوم وفضيت لك يا حسام. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه اذا ما لكم مشتركين وتفعلوا زر الجرس، ويلا بسرعه خلونا نبلش الفيديو وخلونا نشوف شو حيصير. اول شيء من يومين انا طلبت هاي السيم كارت من الانترنت، وهلا رح اجرب احطها بموبايلي. اول شيء هلا رح نطالع السيم القديمه ونبلش الاختبار. شوفوا هاي هي السيمة. وهلا السيمة صارت جاهزة. اوكي هلا مشي الحال، حطينا السيمة وصار لازم نفعل الواتساب من جديد. اول شيء لازم اختار اسم نسميها، خلينا نقول سوسو. وهلا بدي نقي صورة من الانترنت وهيك حط صورة بنت حلوة. هلا صار كل شيء جاهز، يلا وهلا رح نبلش نبعث له لحسام. ان شاء الله يرد بسرعه، بس هلا خطر لي ليقوم ما يرد علي فورا بيفشل كل فكره الفيديو. ها رد. كيفك؟ على اساس عامل حاله ثقيل ما عم بيرد فورا. مين معي؟ شو نقول له؟ رح اقول له وحده. وحده بتعرفك. والله زعلانه على حسام. بس يا خوفي بالاخير ازعل على حالي. وينك؟ يلا ها شافك. قال اها فكرت ما بتعرفيني. طبعا بتعرفيني بما انه عندك الرقم. عم بقصد شو اسمك؟ اسمي سوسو. بس طول بالك علينا شوي. لا وعم يطلع ويدخل يعني هلا مانو اونلاين. يا سلام شكله بده يعذبني اليوم. ايوه يعني هيك اسمك على الهويه انت. لا خفيف دم والله. ماشي ماشي يا حسام، تخفف دم مع البنات كمان. هيك كل رفقاتي واهلي بيقولوا لي سوسو. لحد هلا الامور ماشي. من وين بتعرفيني؟ من وين جبتي الرقم؟ رح اقول له انه كثير تعذبت لجبت رقمك بس بتستاهل. والله ما بعرف حالي. بقول له انه انا بعرفك من اليوتيوب. انا بعرفك من اليوتيوب. يوتيوب يوتيوب وبحضرك دوما. صدقيه ما بتستاهل العذاب لانه اذا ما عرفت من وين هلا في بلوك. والله برافو عليك يا حسام، عجبتني، برافو عليك. طيب شو حنقول له لحتى ما يبلكني فورا؟ قلت لك بعرفك من اليوتيوب وما حلو تكون، ما حلو تحكي هيك مع معجباتك. فكرناك متواضع. هالشي خطير اني جايبه رقمه. هالشي خطير؟ شو يعني خطير؟ عادي يعني، عادي مثل الانستغرام. بدي اقول له هلا انت هيك بتحكي مع معجباتك الحلوات؟ ها؟ عم يسال، انا عم بقول لها هي صورتك، شكله هلا انتبه على الصوره. وانا عم اقول برافو يا حسام. تحكي مع معجباتك الحلوات؟ اي نعم، هي انا. سالته حلوه؟ لنشوف رايك والله، بعد شكله بعد ما شاف الصوره حيغير رايه. انت لحالك قيمتي حالك حلوه، ليش بدك رايي؟ والله يعني معصب كمان، يعني طب اذا معصب وما عجبك الوضع ليش لسه عم تحكي؟ لانه بثق برايك كثير. ما شاء الله، والله برافو عليك. شغال هجوم هجوم قصف.
طبعا بثق برأيك، أنا بتابعك دوما ومعجبة فيك كتير وبشخصيتك. رح قال له عمري 20 سنة، شو رأيكم؟ عشان ما يفكرني صغيرة كتير. قال طيب تشرفنا، بس هلأ شو المطلوب؟ رح قال له انه انا عايشة بهولندا كمان وحابة اشوفك. قالوا بلاها هاي انا معجبة، ما بتعرفي انا متزوج وعندي بنت، بما انه بتشوفي قناتنا كتبت له بعرف انك متزوج بس عادي ما عم قل لك تكون مرتك، انا قصدي نلتقى عادي مثل اي اثنين بالشارع. قال اها طيب وهيك بنلتقي عادي، انتي ما عندك مشكلة كل هذا بتثقي فيني؟ اوه كتير بثق فيك، وحابة اشوفك كتير. لحمة قال شو طيب مو مشكلة خليني اشوف ليش لا. هلا لسه كل الوقت عم نقول انه عم نمدح فيك وعم نقول ما عم تعطيها وش للبنت، بالاخير بتقلها خليني اشوف؟ عن جد عصبت. شو بدي اكتب له هلا؟ رح اكتب له اوكي خليني اشوفك. قال سألتيني عن صورتك اذا حلوة؟ حلوة والله. يا قديش طولك؟ لا 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 مستحيل. هلا من شوي كان ما عم يعطيها وش، ليش هلا فجأة تغير؟ رح اقول له طولي 170. جد عصبت، بلش ياخذ ويعطي وشكلها اشتغلت القصة بمخه انه ليش لا يعني. قال حلو البنت الطويلة، عن جد عم برجف هلا كتير عصبت، عن جد بلشت اعصب وبدي اشوف لوين بده يوصل معاه. رح اقول له خلينا نلتقى باسرع وقت. اها بتسمع صوته كمان، خليها مفاجأة بس نلتقي، وببعت وردة كمان. يا سلام بده يدق على يسمع الصوت الحلو. طب رح اقول له بسمعك صوتي بشرط توافق على لقائنا، تعطيني موعد. خلص عطلت الجاي بنلتقى، خلينا هلا على التليفون نظبط الامور. ماشي يا حسام، هلا بدي احكي معه من هذا الرقم وبدي رد عليه وبدي بهدله وبدي اقول له انه انا رولا، ما توقعته هيك ابدا ابدا يعني ابدا يعني. انا اول الفيديو لسه عم اقول لكم كثير بثق فيه وعامل حاله ثقيل ما بيدق فورا يعني. ها عم بيدق كمان، والله دق ما كذب خبر. ولك عين تدق لها كمان، والله يا حسام لو بتبوس ايدي ماني قعدت لك بالبيت. ايه رولا؟ والله انصدمت. لا لا تنصدم، معلش لا تنصدم. يلا بسرعة. يلا ما توقعت رولا ابدا. يلا طيب يلا طيب، لو اذا ماتك اجيب لك كاسة عصير ليمون وبوظة، لو اذا ماتك. لا يعني جاي انا جاي. لا بيطلع لك تتمسخر كمان، يلا باي. باي. كرت بوشه. لا وبعد ما عرف انه انا صار يساوي حاله انه هو كول يعني، وانه هلا يقول لي انه انا بعرف انه انت وبعرف مدري شو. ماشي يا حسام. يا جماعه انا هلا جيت على البيت لقيت رولا راس رح ينفجر، عرفت اترك البيت ما بعرف شو صاير معه، قال ما بصير اصور. رولا خلص شوف الكاميرا، مثل عقلك عم بتصور كمان. انت بلشتي بالفلوك، بدي كمله يا اما قالب بقى بدها تعمل فيني مقلب. شو عليه؟ طبعا انا هلا ما قلت لها شو الفكره وما مصدقتني، اقول انه هي هي. طيب رح اقول لك ليش، انه هي انت بالدليل القاطع يعني. بعد ما سمعت صوتي على التليفون طبعا بدك تقلي ايه بعرف انه انت يعني. كنت بتخيل هيك اسمع صوت رولا انا عم اتصل يعني، عارفان حالي. كنت اقول لها شو بدك، كم كيلو خضره بدك، شو اجيب لك من السوبر ماركت. لازم هيك بلش الحديث كنت. فالفكره يا جماعه انا ثلاث اسباب كنت عارفان انه هي رولا. اول سبب انه هذا التحدي او المقلب او ما بعرف شو بسميه، الاختبار يعني، عملوه كتير على اليوتيوب، فانا متوقع باي لحظه يصير معي بصراحه، باي لحظه من اول ما يعني فتحنا القناه. يعني انا انك انت متوقع طبعا، بدك تقول كل المبررات هلا. كبي هالشي. وهلا اجت ميلا معنا. ثاني شيء انا من نص الحديث، اول حديث شفته انه شلون ما عم اعطيها وش، لانه تارك شك 10% انه هي ممكن تكون مو رولا، فانا 90% متاكد انه رولا على فكره من الاول، بس عم بقول معلش بجوز بلكي مو هي، فانا ما اعطيتها وش، خلص عم اقول لها خلص شو بدك روحي وكذا. بس من طريقة الحكي نفس طريقة كتابة رولا تماما، وتكتب كتير. على كل حال هاد مو دليل، لا تكذب يعني. هلا كل هاي الاسباب مو مقنعة، بلكي انت فعلا عم تدق لها لسوسو. سوسو الشريرة. انا ايش بثبت لي؟
شو بعد؟ شلون بدي اعرف انه الدليل الثالث والاخير واللي هو انا متاكد مليون بالميه انه هاي رولا من يومين او ثلاثه يا جماعه. طبعا انا ورولا عنا حساب بنك مشترك، يعني شو بتشتري حضرتك يا ذكيه؟ انا بعرف من تطبيق على الموبايل بعرف. فمن يومين شفت انه حدا شاري سيم كارت من شركه الموبايلات، طلبته على الانترنت او رايحه جايبته ما بعرف، مو مبين عندي، بس مكتوب ناقص 10 يورو سيم كارت. وعدى اليوم ما قالت لي رولا شيء، ما جابت لي سيره انه اشتريت سيم كارت. عن جد شفتها على التطبيق؟ شفتها من يومين. والله العظيم بس ما حليف حليف عن جد حليف. والله العظيم شفتها. انت ذكيه شيء، اسحبي كاش واشتريها ببساطه. شغلين انا ما بشيل كاش دوما بدفع ببطاقتي. يعني انا بدالك عن جد كنت سحبتها كاش اشتريت، عن جد كنت ما حسيت، كنت شكيت كثير، بس لما شفت انه شاريه سيم كارت خلص تاكدت. قلت يعني امبارح كل الوقت عم فكر انه هاليومين ثلاثه رح تعمل فيني هذا المقلب او ممكن الاسبوع الجاي ما بعرف. فاول ما وصلني من رقم جديد اليوم قلت لا خلص هي هي اكيد، وصوره بنت حلوه وما بعرف شو الفكره. انه انا يعني هلا برغم كل المبررات اللي بررتها لساتي لهلا معصبه من الحديث، حاسه عن جد انه هو كان عم يحكي مع سوسو وهيك، حاسه حالي هلا عم برجف متوتره، عم ترجف مرفوع ضغطه. عن جد لا تعملوا هيك مقالب ولا حدا يعمل هيك شيء، لانه شيء بيوتر. لو طلع بالاخير مزح وطلع نتيجه منيحه بس عن جد شيء ما حلو. انا حبيت العب باعصابه لانه عرفان انه رح يجي هاليوم، عرفان رح تعمل فيني هالمقلب حتى ما تعيده. خلص ما عاد اعمل مقالب اخر مرة، ما عاد انا اصلا ما بحب المقالب، ما بحبهم. بتفشل معك على كل حال يا جماعة، هذا كان فيديو اليوم، بتمنى ينال اعجابكم ومقلب انقلب عرولا والله انا بالسحر على الساحل. الله وكيلكم، من وقت ما تعرفت عرولا هلا ما حدا حكى معي بنات. فيعني من وين بدك تتجاهي هلا مثلا؟ سبحان الله سبحان الله على الصدفة، انا فتحت يوتيوب اجت بنت. عكلا اصلا رقمي ما حدا بيعرفه. عكلا ما بدنا نطول عليكم يا جماعة، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. وهلا صار لازم نزيع الاسماء مثل ما عودناكم. اول اسم معنا كيان احمد من العراق، ثاني اسم يقين من الاردن، ليلاس جندلي من الشام، وهاجر فضلي من المغرب. شكرا كثير لكم ولدعمكم، واذا حابين يطلع اسمكم اكتبوا لنا تحت بالتعليقات لحتى او من اي بلد لحتى يطلع اسمكم بالفيديوهات اللي جاي. هلا صار لازم نقلكم بنحبكم كثير، باي.